السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناتنا سماد. هنكمل مع بعض سلسلة دروس تصميم البوسترات، وهنبدأ النهاردة نصمم بوستر. وهل نتخيل إنه في مصمم جرافيك أو شركة دعاية وإعلان طلبوا مني إن أنا أصمم بوستر كإعلان لمنتجاتهم اللي هي التصميم؟ طبعا أنا ما عنديش غير الفوتوشوب ومجموعة ألوان وستايلات نزلتها من قناة نسمات. عايز أصمم البوستر وأشوف إزاي إن أنا هوصل للفكرة. طبعا نتخيل إن أنا ما عنديش أي فكرة عن تصاميم البوسترات، أو ما عنديش أي فكرة عن المنتج اللي أنا هصممه. ففي الحالة دي عايز أبني عندي مجموعة أفكار. أنت لو عندك، لو بتشوف تصاميم وبتشوف شغل كتير، هتلاقي نفسك بدأت ان انت تشتغل بدون ما يكون عندك خلفية على التصميم. هتلاقي نفسك فتحت البرنامج وبدأت تشتغل وبدأت تصمم البوستر. لكن في الحالة ديت انا اعتقد ان انا ما عنديش خبرة في البوسترات. هروح على الجوجل المساعد بتاعنا، هضغط على كلمة صور وهكتب في الجوجل بوستر، وهشوف البوسترات اللي طلعت قدامي. هقدر ان انا عن طريق البوسترات ديت اخد فكرة ازاي ان انا انفذ التصميم. وليكن عجبتني الفكرة دي، نشوف ناخد فكرة على البوسترات عاملة ازاي وتصاميمها شغال ازاي. كمان الفكرة ديت والفكرة دي، فتعالوا نشوف الفكرة دي لكن نطبقها بطريقتنا. يعني انا عجبتني الفكرة التصميم ده او البوستر ده، تعالوا نشوفها ونطبقها بطريقتنا، ونحاول بالخبرات اللي انا اتعلمتها ان انا اطلع البوستر بطريقة جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين الشكل ده عجبني جدا. هروح على برنامج ادوب فوتوشوب وابدأ عمل جديد، وليكن انا هختار العمل ده قياس A4. طبعا الريزولوشن 300، عندي الخلفية بيضاء. عايز ابدأ بقى في التصميم، ان انا ابدأ اصمم الاطار او المربع اللي هيكون الاساس عندي في التصميم. هجيب أداة الريكتانجل المربع وأرسم مربع بالشكل ده. طبعا أنا رسمت مربع باللون الأبيض، عايز إن أنا أخلي المربع يتوسط الخلفية أو الورك سبيس بالكامل. هروح على الباك جراوند، هشيل القفل عنها وهحدد الطبقتين باستخدام الكنترول. احدد الطبقة الاولى واضغط على كنترول، واحدد الطبقة الثانية، هضغط على الايكون هتطلع المحاذاة، هضغط هنا وهضغط هنا، هتبقى عندي المربع الابيض في المنتصف بالظبط زي ما انتم شايفين. هضغط كليك يمين على المربع الابيض واختار ريسترايز اللاير بحيث ان اخليها ريستر واتحكم فيها زي ما انا عايز. طيب انا عايز المربع ده يظهر، هو مربع ابيض باللون الابيض، عايز يظهر مع الخلفية، هضغط عليه دبل كليك وهديله دروب شادو. هخلي الديستانس صفر بحيث يكون الشادو عندي على المربع بالكامل، وممكن ازود السايز شوية بالشكل ده، وبعدين هضغط على اوكي. اوكي تمام، انا عندي عملت الظل بالشكل ده، لكن عايز اتحكم في الظل اكتر، عايز اعمل حركات كده تبين ان انا مصمم محترف. هروح على الطبقة بتاعت التصميم، هاجي عند كلمة دروب شادو، هضغط كليك يمين واختار كرييت لير، هضغط اوكي. فاصبح عندي الشادو في طبقة والمربع في طبقة، نقدر نخفي الشادو ونظهره، هيظهر عندي بالشكل ده. انا عايز الشادو ده يفضل زي ما هو كده، هعمل كوبي لطبقة الشادو. اصبح عندي طبقتين، هاجي للطبقة اللي تحت هنزلها تحت شوية كده،
هروح على حاجة اسمها ترانسفورم وبعدين الوارب وهسحب لتحت بالشكل ده ومن الطرف الثاني نضغط على علامة صح علشان يتأكتف معانا الشغل بتاعنا. بعد كده نرفعه فوق بأسهم الكيبورد، أصبح عندي التصميم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا أنا عندي المربع ده باللون الأبيض، فأنا عايز مربع تاني بلون مختلف، فأنا هاخد المربع اللي هو الريكتانجل، هاخد منه كوبي بالشكل ده. بعد كده هروح اختار أداة التحديد، هقف في الكورنر وهضغط على شيفت وألت واسحب بالشكل ده، وبعدين هضغط على علامة التشيك، هدي الشكل ده لون غامق، هضغط دبل كليك وهروح على جريديانت اوفرلاي واقدر اديها لون واديها تدرج غامق بالشكل ده. اصبح عندي التصميم زي ما انتم شايفين كده. نقدر ان احنا نكبر شويه بحيث ان الاطار يكون اصغر شويه، هضغط على شيفت والت واضغط هنا واكبر شويه بالشكل ده. اوكي، كده احنا عملنا الشكل الاساسي للتصميم. ممكن ان انا اخد طبقه من الريكتانجل ده كوبي كده، هضغط كليك يمين وهختار كلير لير ستايل، هاجي هسحب المربع للمنتصف كده وهخلي اوفرلي او سوفت لايت، خليه اوفرلي وبعدين نقلل الاوباستي. وتعالوا نشوف التصميم كده، انا يعتبر ان انا عملت اضاءه او قللت نسبة الإضاءة شوية. ممكن أديها ماسك وأجي على أداة للجريديانت وأسحب من فوق لتحت كده بحيث يكون التداخل ناعم في التصميم بالشكل ده. بعد ما خلصت التصميم أنا عايز أضيف، تعال نشوف التصميم الأصلي، عايز أضيف المشابك اللي هنا دي. المشابك دي اسمها كليب، نجيبها ازاي؟ تعالوا نشوف. هنروح على الجوجل البحث في الصور ونكتب كليب. طبعا في لو اي حاجة انت مش عارف معناها بالانجليزي هتكتبها في المترجم في جوجل ترانزليت وبتاخد معناها وبعدين بتروح تبحث عنها. هنضغط انتر. انا عايز النوع ده من المشابك، مش عايز الانواع التانية، عايز النوع ده فقط. النوع ده لو ضغطت على اي واحد هيجيب لي اسمه بايندر كليب، فهاجي كده في البحث وهنكتب قبل كلمة كليب هنكتب بايندر. طبعا اول ما كتبت حرف البي ظهرت عندي، فظهرت عندي مجموعة المشابك. ممكن بعد كده نكتب دوت بي ان جي بحيث انها تطلع مفرغة، بحيث ان انا ما اقصش بعد كده، فهتظهر عندي المجموعة. أبدأ أختار بقى واحد منها، حتى لو اخترته عادي مش بي ان جي هيكون معايا سهل في الأصل لأن الألوان بتاعته محدودة، ولكن أنا عايز أختار واحد يكون مناسب معايا للتصميم. خلينا نختار ده، نعمل له حفظ سيف ايمج وهنحفظه في المكان اللي احنا عاملينه للتصميم. هنروح نسحبه على الفوتوشوب
بالطريقة دي. طبعا هنصغره، نضغط شيفت ونصغره ونضغط كليك يمين ونختار رسترايز لير. هنروح نشيل اللون الابيض، اللون الابيض هنختار اداة الارسر الممحاة ونختار ماجيك ارسر تول وهنضغط كده هتشال معانا اللون الابيض. نروح نضغط بقى نشيل باقي الابيض بالسهولة دي، قدرنا نشيل. نروح نختار اداة الممحاة بقى العادية ونشيل لو في عندي اي شوائب نشيلها. طبعا عملية القص سهلة، ممكن ان انا اضغط دبل كليك بالشكل ده واروح على سيلكت وهختار موديفاي وهختار كونتراكت، هديها 1 بكسل وهضغط اوكي. بعد كده هختار سيلكت انفيرس وهضغط على ديليت في الكيبورد كنترول دي عشان الغي التحديد، فهيشيل الزوائد اللي موجودة في الاطراف. طبعا لك حرية الاختيار انك تشيل اللون الابيض باي طريقة اتعلمتها. بعد كده هنشيل الكليبس، طبعا هنشيل العلامة الترانسفورم عشان نشوف الشغل بتاعنا. فاضل عندي ان انا اعمل الحبل هعمله بسهولة جدا. هجيب اداة الريكتانجل وهعمل مربع بالشكل ده، هدي لون اسود او لون رمادي، هفتح طبقة جديدة وهضغط على الت وديليت في الكيبورد، ابدأ اظبط بقى مكانه واتجاهه. ممكن هنا كده نضغط على كنترول دي علشان نلغي التحديد. ممكن هنا نعمل مربع، نختار اداة البراش ونختار براش الهاردنس فيها 100% من اللي هي البراشات الحادة، ونعمل نقطة هنا كأنها عقدة في الحبل. نروح بقى نضيف عليه ستايل ونحاول نظبط الحبل. هنضغط على اول حاجة نختار على بيفل بحيث نخليه كنظام 3D، وبعدين هنديه انر جلو، هنضغط اوكي. اعتقد ان كده الحبل بقى مناسب معايا وبقى شكله افضل. بعد كده هنضغط على شيفت ونختار الطبقة اللي تحت، حددنا كده الحبل والكليبس اللي تحت، وهنضغط على كنترول جي في الكيبورد بحيث نعملهم جروب ونسميه كليبس. وكمان هروح على الخلفية، هحدد الخلفية، اضغط على الطبقة اللي فوق واضغط على الطبقة اللي تحت وبعدين اضغط شيفت. وانا ضغط شيفت يعني انا بضغط على الطبقة اللي فوق، هضغط على شيفت وراح اضغط على اخر طبقة وهنضغط كنترول جي وهنسميه باك بحيث يكون الشغل عندي منظم. ده الباك جراوند وده الكليب. الكليب هعمل منه نسخة كوبي وبأسهم الكيبورد هحركه جهة الشمال، او ان انا ممكن احرك بالسهم كده بس هضغط على شيفت بحيث يفضل في نفس المستوى. طبعا هعمل للكليب ده شادو، دروب شادو، هنعمل له دروب شادو، ولكن هسحب الشادو لفوق كده شوية وهزود الاوباسيتي، ازود السايز واقلل الاوباسيتي بالشكل ده. هضغط اوكي، هضغط كليك يمين هنا واختار كوبي لير ستايل واروح على الكليب اللي فوق اللي هو رقم 2 واختار بيست لير ستايل بحيث ان انا اخد نفس الشادو احطه على الكليب رقم 2. كده انا عملت الشكل بتاعي وجهزت البوستر اللي انا هحط عليه التصميم اللي انا عايز اعمله او الدعاية اللي انا عايز اعملها. هنقسم بقى الشكل ده لتلات اجزاء. الجزء اللي فوق هنحط العنوان، في المنتصف هنحط صورة معبرة، وتحت هنحط الأسعار والخدمة بتاعتنا. نعمل الحركة دي ازاي؟ أول حاجة هنيجي نرسم مربع هنا،
هخلي المربع ده تحت الكليب بين الباك والكليب بالشكل ده. هضغط دبل كليك على الزوم علشان اعمل زوم ان. طبعا انا عايز المربع ده اضغط على شوية ترانسفورم، عايز اخليه اقل من الكليب شوية بالشكل ده، اقل من الباك جراوند كده. ننزله تحت شوية، نخليه تحت بالشكل ده. اوكي، هضغط دبل كليك على المربع. قبل ما اضغط دبل كليك هضغط عليه كليك يمين واختار ريسترايز لير، وبعدين هضغط عليه دبل كليك. هديه لون من الوان التدرجات اللي عندي. طبعا كلكم عندكم التدرجات ديت، انا بستخدمها دايما بحيث ان انا ما اجيبش تدرجات تانية من اماكن تانية، هيفضل عندي التدرج ده. هضغط اوكي، كده اصبح عندي بالشكل ده. ممكن اعمل طريقة تانية حاجة حلوة فيها، هعمل منه نسخة كوبي وهروح على الطبقة اللي تحت، هضغط كليك يمين واختار كلير لير ستايل، بحيث ان انا الغي منه الستايل واخليه اللون الاسود فقط. هروح على قائمة ادد وترانسفورم وهختار وورب، وهاجي هنا هسحب لتحت ومن هنا هسحب لتحت شوية بالشكل ده. هضغط اوكي، هروح على قائمة فلتر وهختار بلار وجيزيون بلار، وهديها نسبة بلار حسب حجم الصورة اللي عندي. الطريقة ديت انا عملتها لكم ليه؟ انا حبيت ان انا اوريكم ازاي تعمل ظل او شادو لتصميم بدون الافكت اللي انت تضغط دبل كليك وتختار شادو. لا، انا بعمل ظل بالطريقة ديت وبيطلع معايا احسن وافضل من ان انا اضغط دبل كليك واروح على اللير ستايل واعمل شادو. فدي طريقة تانية تعمل بيها الظل. هضغط على اداة الريكتانجل واحدد طرف المربع من هنا كده، وهضغط على ديليت وهحدد طرف المربع واضغط على ديليت. طبعا انا واقف على طبقة الشادو، نسميها شادو علشان تظهر معانا، وهاجي فوق هنا كده وهضغط على ديليت كنترول دي علشان الغي التحديد. كده انا اصبح عندي المربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او المستطيل اللي عملناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اصبح عندي الريكتانجل والشادو بتاعه، بنحددهم كده ونظبط اماكنهم على التصميم. اوكي كده ممتاز. هنيجي تحت هنا بقى، ممكن نضيف العنوان او نضيف الكتابة اللي احنا عايزين نضيفها للتصميم. تعالوا نشوف الكتابة اللي هنضيفها. تعالوا نعمل مربع كده، نفتح طبقة جديدة نعبيه اي لون، وبعدين نروح نديه جريديانت، نديه اي لون. طبعا كل ما كانت الالوان متناسقة معايا كل ما ظهر التصميم عندي بشكل جميل واصبح التصميم مقنع، لانه ده من اصعب حاجة انك تعملها، انك تعمل تصميم لشركة دعاية واعلان او لمصمم جرافيك او لمصور او لاي نوع من انواع الفنانين، لانه بكون عنده دراية بالشغل ده والفن ده، ف يعني الموضوع مش هيقبله بسهولة، فلازم تعمل له حاجة مقنعة وحاجة ترضي وجهة نظره الفنية او ترضي اراءه الفنية. فلازم تعمل حاجة يعني اعتقد ما فيش فيها غلطات بنسبة 1%، لازم تعمل له حاجة احترافية وتبعد كل البعد عن المصادر الجاهزة او البوسترات الجاهزة اللي بتاخدها تعدل عليها. لا، لازم تعمل حاجة بشغل ايديك علشان تقدر ان انت توصل
لأنه ده راجل فاهم، هيشوف الشغل ده وممكن يعرف إن ده من مصدر أنت جبته كده من أي موقع وعدلت عليه وبتاع. لأ، لما تعمل أنت الشغل بإيدك خلاص أصبح عندك حجة كاملة إن الشغل ده أنت اللي عامله بإيدك، مش جايبه من بره، مش جايب مثلا بوستر جاهز وعدلت عليه والكلام الفاضي اللي إحنا بنشوفه ده. أعتقد إن أنا عندي كده كويس الأبعاد بين الأطراف، لازم نظبطها 100%. أصبح عندي واحد أكبر من واحد، فهاخد منه تقريبا حاجة بسيطة خالص، أقل من ملي. كنترول زيرو علشان ألغي التحديد. لا، لسه ظاهر عندي زي ما انتم شايفين، يعني أنا بدقق في حاجات بسيطة جدا جدا جدا، لكن أهم حاجة عندي التصميم يطلع متناسق بنسبة 100%. تعالوا بقى نضيف الكتابة أو التكست. هنضيف أول حاجة الكتابة فوق، هنكتب مثلا أي حاجة، ما عنديش تكست جاهز، هختار اللون الأبيض علشان أشوف، وهختار مثلا أحصل على تصميمك بجودة عالية. هنجيب نحطه في المنتصف كده، تقدر تغير نوع الخط. طبعا صحة الكتابة مهمة جدا، التشكيل والكتابة تكون صحيحة 100%. نيجي هنا نكتب العنوان، وليكن انا هحط اي عنوان كده، نختار نوع تاني من الخطوط. انا بحب الجي اي اس اس، خطوط مميزة. طبعا الناس اللي بتتابعني اول مرة تحت الدروس اللي فاتت هتلاقي جميع الخطوط دي. نحدد لون للكتابة يكون لون مميز كده يظهر معايا في التصميم. تعالوا نشوف الالوان ايه اللي ممكن اختاره ل اوكي. اللون ده كويس طبعا يا جماعة، انا ماشي معاكم بنظام التجارب. ليه؟ بحيث انكم تختاروا افكار وتشوفوا ازاي ان انا بصمم وبختار الالوان كده، فانا ماشي معاكم بنظام التجارب. اوكي، نقدر نكتب هنا بقى، نحط تكست هنا كده، تصميم شعارات أغلفة كتب بوسترات تصاميم لمواقع التواصل جميع أنواع التصاميم. تصاميم الدعاية والإعلان. ما تضحكوش علي، أنا بكتب أي كلام كده وخلاص علشان إن أنا أعبي التصميم. طبعا عندي حرف النون ما بيكتبش بسهولة في الكيبورد، زي ما قلت لكم الدرس اللي فات أنا عندي الكمبيوتر بتاعي تقريبا ودع، فإن شاء الله نحاول نجيب جهاز جديد الفترة الجاية.
عايز اغير اللون ده بحيث انه يكون لون مناسب ماشي معايا. هندي وليكن اللون الابيض. اوكي كده كويس. وطبعا الكتابة اللي فوق عايز ان انا اشكل فيها شوية. خلينا نغير الفونت، غيرنا نوع من الفونتات، وبعدين تعالوا نديها لون تاني، نشوف لون هيمشي معانا في اوكي كده تمام. طيب بعد كده المنطقة اللي في الوسط ديت عايز اضيف فيها حاجة تشد الانتباه، يعني الصورة دايما اللي بضيفها في التصاميم لازم تشد الانتباه في صور الدعاية والاعلان. فانا بجيب صورة تشد الانتباه. اكتر حاجة ممكن تشد انتباه الاشخاص مثلا الاطفال. خلينا نكتب beautiful. طبعا انت لو مش عندك خبرة في الانجليزي بتترجم عن طريق الجوجل، او انت مجرد ما تكتب اول حروف من الكلمة فتظهر عندك عادي يعني. بيوتيفل كيدز، فهنختار صورة من صور الأطفال اللي احنا شفناهم دي، وليكن اخترنا صورة الطفلة، نعمل لها سيف. اوكي نشوف لو في صورة أفضل. الصورة ديت جميلة جدا، نعمل لها سيف ونضغط اوكي. هنجيب الصور اللي احنا نزلناها، نختار صورة منها، نختار صورة الابتسامة ديت جميلة جدا، وهنضيفها على التصميم وهنصغرها بالشكل ده، وبعدين هنضغط اوكي. بعد كده هنضغط كليك يمين عليها ونختار رسترايز لير ستايل، ونعمل عليها ماسك، وبأداة الماسك نحاول ان احنا ندمجها في الصورة. لكن انا هختار فرشة الهاردنز فيها صفر علشان يطلع الدمج معايا ناعم بالشكل ده. نصغر الفرشة شوية. تعالوا نجيب صورة الطفلة تحت بالشكل ده. الصورة طبعا بتشد الانتباه، و يعني انت اول ما تبص على البوستر هتبص على صورة الطفلة فهتشد انتباهك للاعلان. لكن انا مش عايز اسيب صورة الطفلة بالشكل ده، لا انا عايز اضيف لها اضافات تبين ان في مستوى فني في التصميم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب مثلا، هنستخدم حيلة بسيطة كده، هنجيب اداة البراش. تعالوا نجرب بس نستخدم حاجة بسيطة كده. هنجيب وليكن البراش دي موجودة في الفوتوشوب باي ديفولت، هنكبرها شوية كده، وهنفتح طبقة جديدة، هنختار لون وليكن اللون ده لون أزرق، هنصغر كده وهنضغط هنا، هنديها كام فرشة كده، هنختار لون تاني وليكن اللون الأصفر، هنكبرها شوية بالشكل ده ونضغط هنا كده، هنختار لون تاني وليكن اللون الأحمر، هنسحب كده كده كده، المرة دي احنا سحبنا، هنختار لون تاني وليكن لون ده، اوكي. احنا عملنا طبقة فيها مجموعة من الالوان، هنروح على قائمة فلتر ونختار فلتر جاليري. طبعا احنا واقفين على طبقة الالوان اللي احنا عملناها، هنضغط كليك يمين ونختار فيت تو سكرين بحيث نشوف التأثيرات بالكامل، ونحاول ان احنا نديها اي تأثير من التأثيرات اللي انتوا شايفينها ديت بحيث تدي نظام تمويه للالوان. بعد كده ممكن نجرب ان احنا نعمل عملية دمج الالوان مع الخلفية.
اصبح عندي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب بقى نعمل عليها ماسك ونروح نشيل الزيادات. طبعا انا عملت ماسك بنفس البرش اللي انا عملت عليها بيها الالوان، بحيث ان انا لما اشيل بيها فتتشال معايا الزيادات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى فيه تموهات كده في الالوان بتاعت الصورة. طبعا يا جماعة الافكار ديت بتجيلكوا مع الشغل والمتابعة وانك تشوف تصاميم كتيرة، فبتظهر عندك الافكار ديت بتجيلك، يعني هي مش بتجيلك كده من البداية، لازم تتعلم الاول وتشوف بوسترات وتحاول تشتغل على مشاريع وهمية. يعني انا دلوقتي شغال على مشروع وهمي، فتحاول تشتغل على مشاريع وهمية بحيث تبني عندك خلفية كبيرة في التصاميم او في الانواع ديت من التصاميم. اوكي عملنا، نشوف نحاول نجرب بعد ما عملنا الماسك نوع تاني من الدمج. اوكي السوفت لايت افضل. بعد كده هنحدد الطبقتين دول وندخلهم جوه الجروب، وهنعمل على الجروب ده كلر لوك اب بحيث يديني برضو تأثير افضل. هنعمل كلر لوك اب لكن هنضغط على الايقونة دي بحيث ينزل على الجروب فقط لا غير، ونشوف اي تأثير مناسب معايا للتصميم. التصميم التأثير ده اعتقد انه كويس. نشوف كده، نشوف لو في تصميم تأثير تاني. اعتقد التصميم او التأثير ده كويس معايا. طبعا انا بجرب كل التأثيرات واشوف انه واحد ممكن يديني شكل افضل. في تأثير شفته انا هنا جميل جدا اللي هو ده. اوكي التأثير ده كويس، لكن انا ممكن اضغط على الماسك. هنجيب فرشة من الفرش الناعمة وهضغط على الماسك واحاول ان انا اقلل جزء واخلي جزء بحيث تظهر الصورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ممكن اضغط على الجروب واعمل عليه ماسك، واحاول ان انا برضو اعمل التداخل ده، أزود تداخل التصميم شوية. بعد كده بقى هنحط وسائل التواصل الاجتماعي هنا. ممكن نجيب الأيقونات، أيقونات الفيسبوك وأيقونات التواصل الاجتماعي، نضيفها في المنطقة ديت. هنجيبها ازاي؟ طبعا لازم يكون عندك انت موجود عندك الايقونات على الجهاز بتاعك، بتنزلها بتكتب في الجوجل مثلا عايز ايقونات الفيسبوك، بتكتب فيسبوك ايكون، عايز ايقونات لتويتر، عايز ايقونات الانستجرام، فبتكتب كلمة ايكون فبتظهر لك الايقونة مفرغة بشكل كامل بتنزلها. وليكن هنجيب الفيسبوك، عندي ايقونه الفيسبوك هضيفها هنا، هصغرها شويه. نحركها نضيفها هنا كده، ده الفيسبوك. وليكن عندي للتويتر، عايز اضيف للتويتر، نضيفه هنا بالشكل ده. نحاول نخليها نفس حجم الفيسبوك
ونجيبها نضيفها هنا بالشكل ده، نصغرها شوية. تعالوا نكبر لانه حصل عندي تشوه. علشان انك تحمي نفسك ويبقى القياسات عندك مظبوطة 100%، فانا باخد جايد من الرول كده، بضغط على كنترول ار عشان يظهر الرول، كنترول ار بيظهر وبيخفيه، باخد جايد وبعد كده ببدأ بقى اتحكم في الايقونات على حجم الجايد اللي انا خدته ده. بعد ما ظبطنا الايقونات هنيجي هنقف في الطبقة فوق خالص ونختار اداة التكست، ونيجي نكتب بقى وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هنختار اللغة الانجليزية ونخلي اللون اسود علشان يظهر معايا، او ممكن نخليه رمادي شوية كده، ونكتب وسائل التواصل الاجتماعي محمد ماهر. طبعا انا كتبت اي حاجة كده وخلاص بحيث اكمل الدرس. ده الفيسبوك، وبنروح نكتب لتويتر نفس النظام، كنترول زيرو علشان الغي التحديد. طبعا نخلي الايقونات دي تحت. الايقونات انا جبتهم هنا كده، هشيلهم وارفعهم فوق خالص بحيث يبقوا تحت الكتابة. نحددهم كلهم بالضغط على كنترول، ونحدد الاربع طبقات، وبعدين نضغط على كنترول جي بحيث يبقوا مجموعة واحدة، نسميها ايكون، ونختار السهم، سهم التحريك، ونخليهم في المنتصف بالظبط. طبعا الكالر لوك اب يجي على كامل التصميم، لا انا بضغط عليه واختار كرييت كليبنج ماسك علشان يجي على التصميم اللي في المنتصف فقط لا غير. اعتقد بالشكل ده قدرنا نعمل بوستر جميل ومميز ويشد الانتباه بخطوات بسيطة جدا واسلوب بسيط جدا. اتمنى انه يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا من الدرس ده وتطلعوا بيه بمعلومات حتى لو بسيطة تقدر تفيدك في الشغل بتاعك وفي حياتك. في النهاية لو انت مهتم بالنوعية دي من الدروس، ياريت تسيب لي تعليق في تحت الفيديو، او تعمل لايك للفيديو، وان شاء الله نغطي اكبر قدر من نوعية الدروس ديت، او من نوعية دروس تصميم البوسترات او تصاميم الدعاية والاعلان بشكل كامل. في النهاية اتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولو في اي سؤال تقدر تسيبه في التعليقات، او تدخل على المجموعة، مجموعة نسمات، او تدخل على حسابات الشخصية وتبعت لي، وان شاء الله اجاوبك عليه. طبعا هتلاقوا لينك المجموعات والحسابات الشخصية في الوصف تحت الفيديو، واتشرف بيكم في اي وقت، واتمنى لكم النجاح والتوفيق، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.